أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء بمقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة بمحافظة توباس شمال شرقي الضفة الغربية. وكان الجيش الإسرائيلي ينفذ اقتحاماً لمخيم الفارعة شمال شرقي الضفة الغربية بحثاً عن من يسميهم بالمطلوبين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن الشاب أصيب برصاص مباشر في القلب أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون.